السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة الخامسة من محاضرات شرح مكتبة الساكت ليرن، في هذه الحلقة سوف نتكلم عن الـ Space Efficient Feature Vectorizing with the Hashing Trick. سابقا كنا نعمل Dictionary واللي يحوي على كل الـ Unique Words المتواجدة ضمن الـ Kerbos، وعن طريق هذا الـ Dictionary نستطيع أن نقوم بعمل الـ Feature Vectors لكل Documents موجود ضمن الـ Kerbos، ونقوم بتعيين كل كلمة ضمن الموقع الخاص بها بهذا الفكتور. وعملية تكوين الدكشنري تحوي على مشكلتين. أول مشكلة، يجب أن ندخل إلى الكيربس مرتين، الدخول الأول لغرض تكوين الدكشنري، والدخول الثاني يستخدم لعمل الفيتشر فيكتورز لكل دوكيومنتس. المشكلة الثانية بالدكشنري هو أنه هذا الدكشنري ينبغي أن يخزن في الميموري، وفي حالة الكيربس كبيرة فسوف يستهلك كثيرا من المساحة الخزنية في الميموري. ونستطيع أن نقوم بتجنب عمل الدكشنري وذلك من خلال تطبيق الهاشينج فونكشن على كل الكلمات المتواجدة ضمن الكيربس، وذلك لغرض إيجاد الإندكس الخاص بالفيتشر فيكتور وبصورة مباشرة. وهذه الطريقة تسمى بالهاشينج تريك. في البداية خلينا نتكلم عن المثال الأول من scikit-learn.feature-extraction.text-import-hash-vectorizer. نقوم بعمل كيربس تحوي على هذه الكلمات أو هذه التوكن اللي هن the وكذلك 8 وكذلك bacon وأيضا cut. بعد ذلك نقوم بعمل object للhashing vectorizer. vectorizer تساوي إن hashing vectorizer عدد الفيتشر n features تساوي 6. بعد ذلك نقوم بطباعة الآتي vectorizer.transform-kerbos.todens. طبعا هذا البارامتر اللي هو nFeature هو بارامتر اختياري تستطيع أن تقوم بتحديده، وهنا قمنا بتعيين 6 لأجل عرض كل العناصر التي لا تكون صفر ضمن هذه الفيتشر فيكتورز. ومن الأمور الجيدة في الهاشينج تريك هو أنه يحتاج إلى الدخول مرة واحدة إلى الكيربس. في حالة عدم تحديد قيمة الـ nFeatures parameter فإنه تلقائيا سوف يكون 2 مرفوع للقوة 20. لاحظ بأنه بعض العناصر ضمن الـ Feature Vectors تكون سالبة، وذلك لأنه الـ Hashing Vectorizer Class يستخدم Signed Hash Function، وبالتالي العناصر المتواجدة ضمن الـ Feature Vectors سوف تأخذ نفس إشارة الرقم المتولد من الهاش فونكشن لكل كلمة موجودة ضمن الكيربس، بمعنى أنه نحن نعطي لكل كلمة رقم معين من خلال الهاش فونكشن، وهذا الرقم إذا كان سالبا فإن العنصر الموجود في الفيتشر فيكتورز الذي يقابل هذا الرقم سوف يكون سالبا، وبالتالي نحن نعطي لكل كلمة ضمن الكيربس رقم معين والذي يمثل الاندكس الخاص بهذا العنصر ضمن الفيتشر فيكتور. وفي حالة كون هذا الاندكس بالسالب فإن العنصر الذي يقابله ضمن الفيتشر فيكتور سوف يكون بالسالب أيضا. لنفترض الآن بأنه أول عنصر عندنا ضمن الكيربس هو كاتس. كاتس هو يكون ناقص واحد ضمن الفيتشر فيكتورز، وهذا العنصر يكون العنصر الرابع ضمن هذا الفيتشر فيكتور. لو نجي نحسب بالبداية 0 1 2 3 4 فالاندكس مالته الاندكس يكون 4 لهذه الكلمة ويكون بالسالب. فإذا مثلا بهذا الدوكيومنت اجت مرتين كلمة cuts، فتلاحظ بأنه راح يصير هذا الإليمنتس أو هذا العنصر اللي يمثل هذه الكلمة يقل بمقدار واحد فيصير ناقص اثنين، لأنه احنا جاي نقوم بعملية الزيادة بالسالب، كانت ناقص واحد صارت ناقص اثنين. إذا أضفنا بعد كلمة cuts تصير ناقص ثلاثة وهكذا. وطبعا من فوائد signed hash function هو أنه تقوم بعملية إلغاء حدوث ظاهرة الكولجنس، وهذه الظاهرة تعني بأنه هنالك كلمتين مختلفتين لهما نفس الإندكس. شكرا لحسن الاستماع.